السلام عليكم. خاطنا متابعي صفحة محمد بوروبي على الفيسبوك، مرحبا بكم جميعا. ابدأ التعليقات. اطلعوا خاوتنا اطلعوا. غيلاس بوجماعي، مرحبا خويا. يا غيلاس والله غير كانت، ماشي نقولوا كانت منتظرة، ما يقول لكش راكو تتفلسفوا ولا، لكن نحكو كرة قدم، باش نحكو فوتبول، باش بالك الناس تميز. يطلعوا خاوتنا وموان نلحقوا بالك ساميل ولا، هذه كرة القدم على بالنا بصح نستعرفوا، لازم نستعرفوا باللي عندنا ثقة في بالماضي. سي الميور سيليكسيونور في ليستوار تاع الجيري، وماذا بينا يقعد افي، لكن هذا ما يمنعش انه ما يخطاش. صح مازال الحال، بصح كاين بزاف ناس دقت ناقوس الخطر عندها مدة، ماشي مدة طويلة طويلة، ولكن كي كان المنتخب في الحبطة كاين ناس دقت ناقوس الخطر. باش بون باش نلخصو ونبداو خاوتنا، راهي 2000 قريب 2500 ان شاء الله تلحق ساميل، يلحقوا 5000. نبداو نحكيو في كرة القدم. ماذا بينا نمدو اسباب حقيقيه اللي تقدر تفيد المنتخب الوطني، وتقدر تفيد الناخب الوطني، وتقدر تفيد اي واحد. نحكيو كرة قدم وفقط، ما نحصلوها لا في الحراره لا في الرطوبه لا في ارضيه الميدان لا في حتى حاجه اخرى. كاين بزاف امور لازم نحكيو عليهم، كاين بزاف امور كان لازم يتراجعوا، كاين بزاف امور كان لازم يتعاودوا. ما نقولوش نفخنا هذا المنتخب، ماشي حنا نفخناه، النتائج هي اللي نفخاتو. 35 مباراة بدون خسارة، ما عندك ما تنفخ فيه. بطل افريقيا ما عندك ما تنفخ فيه. المنتخب اللي احرج المكسيك وشفناه امتع مع كولومبيا، ما يسحقش ما يسناكش باش تنفخو نتايا. انا نقول باللي كانت امور صارت لي ما حسبنا لهاش، كاين امور ما حسبنا لهاش في وقتها، هي اللي لحقتنا لهذا الشيء. بون باش نحكيو بير فوتبول، باش نحكيو كره قدم وفقط. كل المنتخبات الكبرى في العالم بعد التوهج ولا بعد النجاح ولا بعد فتره زاهيه راح يكون سقوط حر، ما راحش يكون تراجع، راح يكون سقوط حر. هذه باش نروحو بالعقل. نبداو نروحو بار اكزومبل لي سيليكسيون، نحكيو على لي زيكيب ناسيونال. المنتخب الفرنسي اللي توج بكاس العالم 98 وتوج بكاس امم اوروبا 2000، نهائي كاس العالم مع البرازيل، نهائي كاس امم اوروبا امام ايطاليا في 2002، كان بطل اوروبا وبطل العالم في 2002. اقصيه الدور الأول في كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان لم يسجل أي هدف. هذا المنتخب الفرنسي اللي كان بطل العالم كان بطل أوروبا. شوفوا فقط في دورة، يعني عامين من بعد فقط، 98 بطل العالم، في 2000 بطل أوروبا، في 2002 يقصى من الدور الأول لكأس العالم وما يسجل ولا هدف. البعض قال إصابة زيدان وغيابه في المباراة الأولى امام السنغال، المباراة الثانية امام الاوروغواي تعادل 0-0، ثم عاد زيدان ولكن لعب مصاب امام الدنمارك وخسرت فرنسا 2-0 واقصيت من الدور الاول. هذا منتخب فرنسي. المنتخب الايطالي سنة 2006 توج بكأس العالم، في النسخة اللي بعدها 2010 اقصي من الدور الاول. المنتخب الاسباني سيطر على الكرة العالمية، في 2008 بطل اوروبا، في 2010 بطل العالم، في 2012 بطل أوروبا مرة أخرى، جمع بين ثلاث ألقاب كبرى متتالية في سابقة في تاريخ كرة القدم، ما قام بها حتى منتخب. المنتخب الإسباني في الدورة اللي بعدها، في الدورة اللي موراها اللي كانت كأس العالم 2014، أقصي من الدور الأول وخسر بخماسية تاريخية أمام منتخب هولندا.